جديد اهلا بحضراتكم. نجاحات كتيره يمكن حققتها دوله لتاهيل الشباب للقياده، شفنا ده من خلال الحقيقه عده محاور. يمكن الشباب مؤخرا ابتدينا نشوفهم بيعتلوا مناصب قياديه في الكثير من الاصعده مختلف الانحاء، خصوصا الشباب تولوا مثلا مناصب معاوني محافظين في الحركه الاخيره تحديدا في عده محافظات. النهارده كمان اختتم اسبوع المعرفه لتحقيق التنميه المستدامه، فعالياته في مصر نظمته برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ده برضو لتشجيع الشباب على الابتكار والمعرفة. والمتابع لمجريات الأمور هيلاقي أن الدولة مش بس مهتمة بالمواطن في الداخل، لكنها كمان موجهة أنظارها دايما على المصريين في الخارج، ودايما ربطها بما يحدث في الداخل، وده بيحصل من خلال بقى مؤتمرات وتواصل مع الشباب في الخارج والداخل. وأخيرا كل سنة وكل إذاعي في مصر بخير، بمناسبة أن النهاردة اليوم العالمي للإذاعة. شوية مواضيع متنوعة دايما بنحب أن احنا نطرحها ونقشها مع ضيفتي الكريمة الكاتبة الصحفية الأستاذة فريدة شباشي. أهلا بحضرتك أستاذة فريدة. خلينا نبتدي طيب باليوم العالمي للإذاعة أستاذة فريدة. والنهاردة طبعا بيحتفل العالم زي ما ذكرت لحضراتكم اليوم العالمي للإذاعة بيواكب 13 فبراير من كل سنة. خلونا نروح نتابع هذا التقرير ونرجع نبدأ الكلام. تفضل. قال الفيلسوف أغرب القضايا. هنا القاهرة، الجملة الأشهر في تاريخ الإذاعة المصرية والتي بدأ بها أثير الإذاعة منذ قرابة 86 عاما، لتصبح الإذاعة من بعدها منصة لغرس قيم الشخصية المصرية. 57 محطة إذاعية ضمن 9 شبكات رئيسية بالإضافة لإذاعة الأغاني يقدمون على مدار الساعة محتوى أثر في وجدان المستمع المصري ولا يزال. فمن ينسى شبكة البرنامج العام التي قدمت كلمتين وبس على المافيا، ناهيك عن أشهر قراء العالم الذين حفروا في ذاكرتنا الصوتية عبر إذاعة القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الحمد لله رب العالمين. هي أقدم الإذاعات الإسلامية على الإطلاق. نحن الآن نبث من خريطتنا الإذاعية بما يقرب من حوالي 80% قرآن سواء كان مرتلا أو مجودا. في نفس الوقت نقدم أيضا برامج في الخريطة تتعلق بشرح كتاب الله الكريم وبشرح السنة النبوية المطهرة. تأثير الإذاعة لم يقف عند ذاكرة المصريين بل امتد ليشمل العالم بأسره، من خلال 35 إذاعة موجهة ب23 لغة تخاطب المجتمع الخارجي، بالإضافة إلى شبكة صوت العرب والتي ساهمت في تحرير عدد من الدول العربية المستعمرة. من صوت العرب من القاهرة قدمنا لحضراتكم الفترة الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، أحداث الظهيرة. صوت العرب ليس ماضيا، صوت العرب الرسالة مستمرة ما دام المواطن العربي موجود على هذه الأرض العربية وما دام هناك نوع من الفكر القومي المشترك. وعلى الرغم من المنافسة الشرسة التي يقع الراديو تحت وطأتها من التلفزيون ووسائل التواصل الحديثة، فإنه لا يزال يحتفظ بمكانته. البرامج اختلفت، احنا التطوير بيعني انه انا البرامج الطويلة دي لم تعد اليوم يعني المواطن او المستمع في حاجة اليها، ولكن محتاجين للبرامج القصيرة. التطوير كمان في المضمون، ببحث عما يريده المستمع. حوالي 200 مذيع يخرجون كل يوم عبر أثير الإذاعة المصرية، لا يملكون سوى الميكروفون ليأسروا أذنيك عبر باقة من البرامج والفقرات التي تقدم محتوى هادف. شيرين مجدي، أكسترا نيوز. شيرين، أنا بس حابة في البداية أشكرك على التقرير الحلو ده من داخل الإذاعات المصرية، الحقيقة غني وصوته حتى جميل. يعني أستاذة فريدة، إيه رأيك في التقرير وتأثير الإذاعة على مر التاريخ على الداخل المصري؟ أنا ما اشتغلتش في الإذاعات المصرية، بس اشتغلت 27 سنة
في اذاعه فرنسيه في فرنسا، طبعا موجهه للعالم العربي. بس عايزه اقول بالنسبه النهارده لما استضفت الاستاذه الجميله سناء منصور، انا كنت قاعده مبهوره قدام الشاشه، لانه الست دي مش بس عندها يعني عندها صوت رائع ولا ملوش مثيل، كمان عندها ودن ملهاش مثيل. وهقول لك على حاجه حصلت في الاول قبل ما نتكلم على دي، عشان دي حتى خايفه انساها، يعني ان انا اول ما بديت اشتغل في اذاعه مونت كارلو في الموجه المتوسطه بقى اللي هي بتسمعها، كانت من هي في مونت كارلو وانا في باريس بس بتنضم الموجه، فلقيت وانا خارجه الراجل بيقول لي، واحد يعني من بتاع بيقول لي مونت كارلو طلباكي، فانا قلت اكيد عملت بلوه، يعني اكيد غلطت عملت حاجه، لان كان اول يوم اذيع فيه على المتوسطه. فلقيتها بتكلمني قالت لي انت مصريه؟ طبعا انا ما يعني هم اول ما رحت في البدايه قالوا لي الجيم تنطقيها جيم، قلت طيب، بس تمردت بعد كده على ده وبقيت اقول جيم، وكل المصريين اللي هناك كانوا بيقولوا جيم بعد كده. المهم فقالت لي انت مصريه؟ قلت لها هو في انا غلطت؟ قالت لي لا انت مصريه؟ قلت لها اه. قالت لي اصل عرفت من صوتك انك مصريه، والله العظيم من الصوت؟ من الصوت. يعني ازاي وطريقه الاداء ما اعرفش بقى، بس انا عايزه اقول ان الاذاعه ليها تاثير خطير في كل حته في العالم، لان انت يعني بتكلمي شرائح معينه من يعني مثلا هنا لما شفنا في التقرير الحلو ده يعني شفنا صوت العرب. صحيح. صوت العرب كانت يعني بتنطق باسم كل حركات التحرير في الوطن العربي، وعملت شغل ما يعملوش مليون حزب. انا يعني ماليش قوي في موضوع ان لا الحزب يبقى مش عارف ايه، لا صوت العرب كان يعني كل واحد في الوطن العربي، حتى الناس العاديه كانت تروح لبائع الاجهزه الكهرباء الكهربائيه يعني تقول له انا عايز راديو بيجيب صوت العرب. ليه بقى؟ لانه زي ما قالت الاخت اللي بتقول ده، الصوت ده مش لازم يسكت، يوم ما يسكت خطر علينا كلنا، يوم ما صوت العرب يسكت خطر علينا كلنا. وصوت العرب لما ينطلق من القاهرة له وزن تاني بقى، هو مش منطلق من أي حتة يعني. وبعدين أنا عايزة أقول إن أنا من سنواتي الأولى يعني اللي يعني حتى سنوات طفولتي وبعدين شباب مراهقتي وشبابي وكل اللي أنت عايزاه، دايما ارتبطت بحاجة في الإذاعة بتاعتنا. مين فينا في جيلي أنا ما سمعش بابا شارو؟ مين؟ مفيش. مين ما سمعش أبلة فضيلة؟ مين بعد كده لما كبرنا شوية ما سمعش كلمتين وبس؟ يعني في حاجات، شوفي أنت الله يرحمها الأستاذة أمال فهمي. طبعا. كان يعني ما فيش حد في الوطن العربي كله، أنا رحت بعد كده دول عربية كتير، أقطار عربية كتير يعني، ما فيش حد مش عارف الناس دي أكتر من نجوم السينما دلوقتي مثلا. يعني في ليهم وضع خاص، لانه انت النهارده لما بيبقى الراديو شغال ممكن انت وانت بتنامي بقى حاطاه جنبك كده وبتسمعي، ممكن تنامي وهو بيتكلم مثلا يعني، وانت سايقه يعني راكبه عربيه تسمعي، يا تسمعي اغاني يا تسمعي كلام كده يعني. كانت لينا الرياده يا استاذه فريده في الراديو في الاذاعه المصريه، كانت لينا الرياده، كنا احنا في حته مختلفه تماما. ما شوفي انت احنا من المنتصف العشرينات واحنا عندنا راديو، كان الاول يعني كان اهلي يعني حسب بتاع، وبعدين بقى حكومي يعني بعد افتكر بعد ثوره يوليو اللي بقى حكومي يعني. بس عايزه اقول لك مثلا مفيش، انا شفت امال فهمي في باريس وعملت معايا لقاء على الناصيه وانا كنت لما كنت لسه قاعده في باريس، مفيش حد ما عرفهاش، اول ما لقوا سمعوا بيسمعوا صوتها مثلا وهي بتتكلم كله اتلم علينا في الشارع اللي كنا فيه. يعني في انت عندك عملتي اثر في الناس. مين في الوطن العربي ما يعرفش جلال معوض مثلا وطريقته في الاداء، او طاهر ابو زيد، او الخواجه بيجو والتاني اسمه ايه مش فاكره، يعني خواجه بيجو مش عارفه التاني كان اسمه ايه اللي معايا يعني. فكان كل الناس بتضحك وكل الناس بتتبسط من البرامج دي ومرتبطه بيها يعني، دي كمان خلت الناس كتير جدا لما كنت اروح اي حته يكلموني باللهجه المصريه،
يخافوا اللي ما فهمش اللهجه بتاعتهم ده بيحصل طبعا في كل حته. ده من الاذاعه. ايه كانت اذاعه حضرتك المفضله او البرنامج؟ البرنامج المفضل بالنسبه لي كان، انا كنت بحب قوي 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 على الناصيه، وبحب قوي كان في برنامج افتكر اسمه جرب حظك او حاجه كده، كان بيطلع مواهب جديده. يعني احنا في ناس كتير سمعناها الاول في الاذاعه مطربين وكده، وبعدين طلعوا بقوا نجوم بعد كده. وفي كمان الحاجات اللي كانت تبقى مثلا، كان في برنامج ثقافي رائع اسمه البرنامج الثاني. البرنامج الثاني ده كان فيه حاجة اسمها كتابات جديدة، كانت بتقدمها المرحومة سميرة الكيلاني الله يرحمها، رائع رائع. يعني بتخلي كل الشباب أولا بيسمع الكتابات الجديدة، ثانيا بيبقى عنده أمل. أنا كنت من هؤلاء، يعني أنا كنت بقى ما بسمعه يعني بحس إن أنا إمتى بقى أنا هقدر، وقدرت في يوم من الأيام وكنت من ضمن الفقرات بتاعت كتابات جديدة في حاجة جديدة كتبتها. كنت كاتبة قصة اسمها الإنسان، وليها حكاية طريفة قوي، إنه أنا لما رحت أديها الأستاذة سميرة الكيلاني قلت لها أنا كتبت قصة، بس لو سمحتي لما تيجي تتذاع اهو التليفون بتاعي قولي لي علشان عايزه اسجلها. وبعدين قاعده في يوم في البيت بصيت لقيتها القصه اتذاعت، والدكتوره الله يرحمه عبد القادر القط قعد يتكلم عنها 25 دقيقه. وبعدين زعلت لان جوزي كان في السجن وكنت عايزه اسجلها، بس ما رضيتش اقول لها لان جوزها كان في السجن. فقلت لو قلت لها هتفتكر ان انا يعني ايه باجي لها من نقطه ضعف وانا ما عنديش الحكايه دي. المهم بعد كده كتبت لها جواب وقلت لها ان انا زعلانه منها ان هي ما كلمتنيش وكده، وفت عليها. كانت جنبنا، احنا كنا في شارع رشدي، هم في الشريفين يعني يا دوب خمس دقايق ماشي يعني. ففت عليها راحت جايه قالت لي والله حاولت اكلمك، انا بس بقى موتتني من الضحك، قالت لي انت لما جيتي وقلتي لي لما تتذاع القصه دي بيقولي لي، قلت ايه البت المغروره دي؟ ايش عرفت ان القصه هتتذاع؟ قلت لها ابدا، انا حماية اكبر ناخد كان في مصر محمد مفيد الشواشي. ولما شاف القصه قال لي حلو قوي، فقعدنا اتصاحبت انا وهي يعني، وكانت جميله جدا جدا جدا. دي مثلا كانت بتحتضن كل المواهب الادبيه اللي طالعه. يعني شوفي ما فيش حد كان عنده موهبه ما الا لما هذه الاذاعه بتاعتنا بشكل من الاشكال خدتنا. كمان الاذاعات الموجهه على فكره، احنا كنا بنخاطب العالم كله. انت عارفه ان ابني نبيل الشباشي كان طبعا في النايل تي في، طبعا ففي النايل تي في كان بالفرنساوي وبالانجليزي اللي هي اللغه يعني اكثر لغه من ناحيه الدوليه يعني الناس عارفاها يعني، وكان يعني له مستمعين له يعني مشاهدين مش قادر اقول لك قد ايه. النايل تي في فتره كانت هي يعني التوب يعني، كانت هايله. مش عارفه مين يعني ربنا يجازيه على قد نيته اللي دمرها كده يعني. لانه انا فاكره دبيل كان بيعمل مثلا برنامج اسمه الاكارت، فبيعرف بيه الجماهير كلها الناطقه بالفرنسيه من اول الكباك، كان بيجي له اللي هي في كندا، كان يجي له الناطقين بالفرنساوي كان بيجي له جوابات وبيجي له اتصالات. وانا شفت بقى لما كان يجي لنا باريس، لما انا وابوه كنا بنشتغل لسه هناك الله يرحمه ابوه يعني، فكان يجي لنا والله الناس تمشي وهو ماشي الاكارت الاكارت يعني فعلاً. والله قدامي حتى قلت له الله غريبه انا بحب البرنامج، ما كنتش عارفه ان في ناس بتحبه كده. كان بيعرف الناس بالفن المصري بالغنوه المصريه، بحته النجم ده يتكلم عنه والنجم ده والنجمه دي كده. عايز اسال حضرتك بقى استاذه فريده عن الراديو دلوقتي، سؤالي الاخير عن الراديو وعن الاذاعه. الاذاعه دلوقتي احنا كنا في فتره جت مش انطفأت بس هديت، وبعدين حصل زي بومنج كده، وحصل زي يعني فرقعه للاذاعات الشبابيه والراديو المواكب الكول لو نقدر نقول، ايه رايك يا استاذ؟ هو انا عندي امل. بصي انا عشان اقول لك بصراحه، انا عندي امل في كل حاجه في مصر هتتحسن، بس يا رب يعني القياده بتاعتنا تاخد بالها من العقارب والتعابين، لان في عقارب وتعابين برضو لسه موجودين، احنا مش عايزين نضحك على روحنا. لانه الشباب اللي عندنا شاف التجربه وهو كمان منفتح على العالم، وعنده ما تقدريش تقولي ان المصريين اقل
لا ذكاء ولا فطرة ولا أي حاجة عن الباقيين. ده احنا زي ما دايما بقول، أنا معلش مش شوفينية، بس احنا فجر الضمير فعلا يعني. احنا أول حضارة في العالم. فهي الفكرة إنه الشباب بتاعنا هو اللي عليه الأمل دلوقتي. لأن صراحة أنا الفترة اللي فاتت ما كانش فيه إذاعات تجذبني قوي يعني. إلا نادرا يعني، حاجة من هنا حاجة من هنا. وكنت بحس إن ده عامل نقص يعني، عامل خلل في حياتنا. لأن مثلا أنا إيه اللي يخليني وأنا في سريري وعايزة أنام أولع التلفزيون؟ ما أنا ممكن أولع الراديو أسمع أم كلثوم، أسمع ليلى مراد، أسمع عبد الحليم حافظ، يعني أسمع الناس اللي أنا بحبهم واللي أنا تربيت على صوتهم الحلو يعني. وطبعا كلنا عارفين إن بعد كده حصل تدهور في الأغنية المصرية. عمري ما هنسى الله يرحمه الأستاذ صلاح جاهين الشاعر العظيم، لما جانا مرة باريس وبعدين غنى غنوة، المطرب يعني كده غنوة كانت مشهورة قوي في السبعينات، بس مش يعني احنا اتفاجئنا بيه انا وعلي. فقلنا له ازاي ده يعني؟ قال لي دي مكسرة الدنيا. فتعرفي يعني ان حصل انحدار فجائي في الذوق، زي ما يكون الذوق كان في فوق كده في حاجة وراح واقع، بس بيرجع تاني دلوقتي من الوقع. بس الموسيقى بالذات يا أستاذة فريدة دايما يقال انها انواع كتيرة وانماط كتيرة، ودايما بتبقى شبه الناس. يعني بيقول لك مفيش موسيقى وحشة وموسيقى حلوة، او ذوق حلو وذوق وحش في الموسيقى. دايما حتى المهرجانات ده نوع وذوق موجود. طبعا يعني طبعا. لا احنا بنتكلم على كلمات الاغاني وعلى طريقة الاغاني. يعني عارفة انا دلوقتي بصراحة يعني ما حدش يزعل مني، بس انا لما بلاقي رجالة وشباب زي الفل كده وبيرقصوا رقص يعني مش وهو بيغني، طب ما تغني، ما زي ما احنا شفنا عبد الحليم بيغني وفريد الأطرش بيغني. ما مع التغير بقى يا استاذ فريد كله بيتغير. خليني بالكلام عن الشباب، يمكن انتقل النهارده. احنا شفنا في اخر حركه محافظين كان النواب معظمهم من الشباب. نعم. النهارده رئيس الوزراء في الاجتماع دعا النواب دول من الشباب علشان يبقى في شكل اشكال التفاعل كمان بالزبط. في الاجتماعات والقرارات اللي بتؤخذ للمحافظين بالزبط. ايه راي حضرتك في ده ودخول الشباب خلاص في هذه الحته، ونواب محافظين ونواب وزراء في القرارات الرئيسيه في الدوله؟ انا شايفه ان دي رؤيه صائبه مليون الميه، ودي رؤيه بتاعت ناس دلوقتي بتقدس العمل والكفاءات، مش انه انا قاعد على في مكتب الوزير عندي كل حاجه تحت امري وخلاص. مش منصب شرف يعني، بقى منصب تكليف يعني ينزل. والرهان النهارده على الشباب. انا شايفه القياده السياسيه بتراهن على الشباب في جميع المجالات، في جميع المجالات. واحنا شفنا اللي جم نواب محافظين، وشفنا دلوقتي بنشوف اللي بيجي مثلا مع رئيس الوزراء عنده هياخد ناس، والوزراء في كثير من المساعدين من بالزبط. الشباب الحقيقه الفله يعني. ليه بقى؟ لان انت لما بتجيبي الشباب انت بتخلي مصر تكمل المسيره بتاعتها يعني. لان احنا كلنا كده كلنا بنيجي على وقت معين ونتكل على الله او نرجع يبقى في معاش او بتاع، يبقى لازم القيادات تتجدد يعني. فده اللي بيحصل. وبعدين ما هياش بتتجدد كده مش بالشكل والمظهر، بتتجدد بانه بيكون دارس ودخل يعني عمل كل الدراسات وخد كل الخبرات اللي تخليه في المجال الجديد بتاعه. حقيقة الدوله كمان بتساعد فيه برنامج رئاسي لتاهيل الشباب بالزبط. للقياده. ما انا بقول لك تاهيلهم للقياده، وتاهيلهم للقياده بانه هو بيعرف كل البلد فيها ايه. وعلى فكره في كمان يعني، شوفي وزيره التخطيط مثلا دكتوره هاله السعيد الحقيقه بتعمل مجهود رائع في انها هي مع جميع مع وزير الاسكان ومع وزير الماليه ومع وزير التعليم ومع كل الوزراء. هو ده النهارده اللي كان مفتقدينه، اللي هو التعاون بين كل الوزارات علشان الشباب يبقى عنده كل الخبرات في كل المجالات. وبعدين انت عارفه يعني انه يعني الشباب، بس كنا دايما بنسمع يا استاذه فريده يمكن قبل المرحله دي في بعض الاصوات للاسف لسه بتقول ده، انه هاتوهم بس هم لسه ناقصين خبره، على الرغم من انه الشباب ده متعلم بطريقه طبعاً مختلفه طبعاً. منفتح على الحياه بطريقه مختلفه تماما طبعاً. غير طبعا البرامج اللي الدوله بتاهلها. ايه رايك في ده يا استاذه؟ لا انا رايي ان اللي بيقولوا كده بقول لك دول التعبين بقى العقارب اللي عايزه نقف. ما هو ما نقدرش نقف يعني. شوفي كلنا كل من ساعه ربنا ما خلق ادم وحواء واحنا عايشين كده،
بنعيش وبعدين عندنا اجل كل اجل الكتاب يعني، ويا بنمشي يا بنتعب يا بنقعد. احنا مش معقول نخلي حد في سن متاخره وتعب وشبابه كله راح وكل حاجه فيه بقت بتقل طبعا الكفاءه. فالشباب هو اللي بيقدر يبني. انا دلوقتي هقول لك على مثل بسيط، بلاش مش بس الذكاء والدماغ وكده، لو انا في حاجه تقيله كده اهو، انا في سن معينه هقدر اشيلها، سن تاني لا مش هقدر اشيلها، لازم الشاب اللي يشيلها. فالنهارده العبء بتاع النهوض بمصر في جميع المجالات، في المعرفه، في التكنولوجيا، في التعاون، في التعليم، في الصحه، كل ده عايز اراده موحده من الشباب. وده بيحصل دلوقتي بالاتصالات اللي بيهم على طول. يعني في مثلا النهارده كل الشباب بيحسوا انهم، انت عارفه اللي بتبقى المؤتمرات اسالوا الرئيس بيبقى فيه في حوار. دول كانوا كانه كم مهمل الشباب. دلوقتي لا، دلوقتي في حوار وبتسمعي من الشباب وبتشجعيهم على الابداع وعلى الابتكار، فانت بتستفيدي وهو بيستفيد بان هو بيبقى عنده موقع وعنده طاقته كلها حاططها في خدمه بلده، وفي نفس الوقت بيبقى حاسس بأمان وحاسس بأنه هو بيعمل حاجة مقدرة. النهاردة كان معنا خبر يا أستاذة فريدة عن مرحلة جديدة من مشروع بيت الوطن. بيت الوطن دي مشاريع إسكانية مخصصة للمصريين بالخارج. أيوة. الحقيقة أن احنا من قبل الكام سنة اللي فاتوا ما كناش بنسمع حاجة عن المصريين بالخارج، غير في مرحله الانتخابات. احنا بدينا نسمع، يعني ابتدينا بقى نسمع عن المشاريع وعن المؤتمرات بالزبط. وعن شباب جايين وعن شباب رايحين بالزبط. في المرحله الاخيره. انت عارفه انا يعني بحس ساعات ان انا ببقى فخوره ببعض النماذج المصريه، منهم نبيله مكرم السفير، هي عملت جسر، وزيره الهجره طبعا، وزيره الهجره عملت جسر بين المصريين في زي ما بيقولوا بقى في الغربه وبين مصر يعني. فانت النهارده لما يجي مصريين منهم بعضهم بيجوا زي المهندس هاني عازر مثلا اللي بيجي يعمل حاجات هنا وكده يعني، وزي الله يرحمه الدكتور زويل، يعني قصدي احمد زويل طب. يعني عايزه اقول انه انت لما بتعملي الـ بتمدي الجسر بينك وبين المصري اللي في الخارج، هو بيبقى سعيد، لان محدش مهما كنت في بلد ان شاء الله تكون ايه، مصر ليها وضع خاص محدش يقدر لحظة ما يحبهاش يعني، فبيبقى عايز يعمل حاجة بس ما حدش سأل فيه. فالنهاردة الدولة بتقول له لا، أنت بتعمل كده وأنت بتبعت لي الفلوس اللي بالتحويلات اللي هي بتساعد البلد وبتاع، يبقى أنت بقى تعالى هنا اختار، عايز أرض في الشيخ زايد في أكتوبر في المدن يعني حتى المدن الجديدة، المنصورة الجديدة، العاصمة الإدارية، المدن الجديدة كمان، عايز وحدات سكنية. يعني بتبتدي الدولة تعمل الرباط الفعلا الرباط القوي بينها وبين المصري المواطن اللي بره. احنا مش ناسيينك، احنا مش سايبينك. ايه السبب بقى يا استاذه فريد برايك؟ ليه السبب يعني ان ده هو الطبيعي ده. الاول كان ايه السبب في الاهمال مش ايه السبب في لا السبب في الـ في الـ في التواصل وفي ابقاء الرابط بينك وبين بلدك، ده من احسن ما يمكن، لان انت عندك خبرات بره، ما هي بتيجي هنا برضه بتبقى معاكي الخبرات اللي بره، لما بتحسي انك انت بتحتضنيها وانك بتعتبريها مواطنه صالحه وبتفيد البلد، هي كمان من حقها انها تسهل لها حياتها وارتباطها بالبلد بالوطن. في بعض الناس بتقول طب ما تهتموا باللي بالداخل، ما هو كل ده أكثر. مش مهتم بالداخل يعني بدل ما تصب بهذا الشكل او هذا الوقت والجهد والفلوس في المصريين بالخارج، طب ما تحط ده كله في الداخل، راي حضرتك؟ لا، ما هو المصري اللي بالخارج ده كمان ما هو بيبعت فلوس، ما هو بيعمل تحويلات، ما هو بيساعد. انا مش قادره افهم يعني، في ناس، شوفي هقول لك على حاجه، في ناس تقولي لها مثلا ده قلم يقول لك لا ده استيكه، في كده، ما في ضد اي تقدم يحصل في مصر، لكن التقدم في مصر بيحصل بالثقة وبيحصل بالولاء للوطن وبيحصل بالترابط. يعني أنا النهاردة لو عندي ابن في الخارج مثلا يعني بيشتغل بره، يعني خلاص لأنه بقى بره انتهينا، هو كان كده، كنا كده، محدش بيسأل فينا خالص ولا بيقول لنا ازيكم. دلوقتي لأ، دلوقتي فيه
في اتصالات على طول مستمرة. وعلى فكرة زي ما بقولك احنا شفنا المؤتمر اللي اتعمل، انا حضرت احد المؤتمرات اللي عملتها نبيلة مكرم، مش قادر اقولك حماس المصريين كان ايه. مصر تستطيع. مصر تستطيع بالضبط كده. كان مش ممكن يعني، كنت تبصي البشر اللي في وشهم والفرحة انهم في مصر والفرحة انهم مقدرين كده. ما انت ما تقدريش تعاملي الشعب على انه حاجة كده يعني، بس زي ما انت قلتي في الاول كده محتاج لك بس وقت الانتخابات عشان تديني. كناش بنشوفهم غير في الانتخابات والله يا استاذه فريد، اللقطات على الشاشات كده. بالظبط كده. لا يعني دي حاجه، ده في، انا شايفه ان ده كل حاجه في البلد دلوقتي بتتجه نحو كون مصر دوله محترمه زي ما هي، بترجع تسترجع تاني مكانتها ومكانها وحضارتها وحبها لولادها وحب ولادها اليوم. شوف انت عندك الدكتور مصطفى مدبولي مثلا، يعني كل شويه بيعمل حاجه فيها اللمسه الانسانيه. اللمسه الانسانيه دي في منتهى الخطوره على فكره. هي دي الوقايه، هي دي الـ زي ما تقولي المناعه ضد اي حد بره ممكن يستغله او يستغله ضد بلده. لا، النهارده لما بتعملي انت الرابطه بتقويها بينك وبين المصريين في الخارج، محدش يقدر عليكي بقى بعد كده. اخيرا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا استاذه فريده الشباشي، واكيد القناه بيتجدد دايما. بشكرك يا استاذه فريده. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير، اكون في انتظار حضراتكم بعد هذا الفاصل. واطفال وكبار بلا مأوى وجهود وزاره التضامن في هذا الصدد، تفضلوا.